قوم بجماعه سيدي علام مصدر في اطار البطوله الاقليميه للعدو الريفي المدرسي تحت شعار الرياضه المدرسيه في خدمه مدرسه المواطنه العادله والدامجه. الرياضه المدرسيه هي فرصه لتكريس قيم المواطنه، هي فرصه كذلك لفتح المجال امام التلميذات والتلاميذ من اجل ابراز مواهبهم في هذا المجال. تشرفنا اليوم بالاشراف المباشر للسيد الكاتب العام على إعطاء انطلاقة لهذه المسابقة الهامة وتتويج البطلات والأبطال. طبيعة الحال نحن نراهن على مثل هذه التظاهرات من أجل الدفع بالرياضة المدرسية للأمام كخزان للطاقات والمواهب. تعلمون أن إقليم خميسات تاريخيا من الأقاليم المعروفة في الرياضة بصفة عامة وفي رياضة ألعاب القوى بصفة خاصة. لهذا فنحن نشتغل في إطار استراتيجية من أجل إحياء أمجاد هذه المدينة في هذا المجال بطبيعة الحال من زاوية اختصاصنا اللي هو الرياضة المدرسية. ودور الإعلام في هذا المجال مهم جدا، لذلك أجدد تشكرتي لوسائل الإعلام بالخميسات على دعمها ومواكبتها المستمرة لأنشطتنا التربوية. أشكر السيد عامل صاحب الجلالة، أشكر السيد رئيس جماعة السيد علام مصدر على دعمه لتنظيم هذه التظاهرة الرياضية الهامة، أشكر كافة الحضور الكرام وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.